سنة 1408 ذهب والدي ومعه أخي البالغ من العمر 8 سنوات للصلاة مع إمام المسجد، وكان المسجد بعيدا عنا وليس كل البعد عنا. قلت لأخي إذا ذهبت مع أبي أحضر لي مصحفا من مصاحف المسجد، وأنا لم أكن أعلم أنه لا يجوز أخذ شيء من المسجد بدون إذن صاحبه، وهذا المصحف أنا أقرأ فيه في المدرسة وفي البيت وفي رمضان، وأعطيه لمن يريد أن يقرأ فيه وهو معي الآن وأقرأ فيه، وصاحب هذا المسجد بنى مسجدا قريبا منا، هل يمكن لي أن أرجع ذلكم المصحف في المسجد الجديد أم يجب علي إرجاعه حيثما كان؟ يدهوني جزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل في كما أحببتنا فيه، وكذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدك من محبة الخير والإقبال على طلب العلم النافع. وأما ما ورد في سؤالك من أخذ المصحف من المسجد، هذا أمر لا يجوز، لأن المصاحف التي في المسجد مخصصة به وهي وقف عليه ولا يجوز نقلها منه، فعليك أن تعيد هذا المصحف إلى المسجد الذي أخذ منه لتبرع ذمتك بذلك إن شاء الله، ولا تعود لمثل هذا العمل. وبالمناسبة ننبه إخواننا لأن لا يتساهلوا في هذا الأمر، فإن المصاحف التي في المساجد والكتب التي في المساجد أوقاف عليها لا يجوز أن تنقل منها، لأن نقلها تغيير للوقف عن موضعه، فعلى من أخذ شيئا من المسجد أن يرده إليه وأن يستغفر الله عز وجل. جزاكم الله خيرا.